وأنا لا أخفيك أني الآن سأخرج من هنا مستاء، معلش على كيف قلت، لأني جلست مع الطلاب ما خرجت من محمد حسين يعقوب والعريفي وعبد الحي يوسف وسيد بكر، خرجت مع الطالبات نفس المرض ونفس البلد. ولذلك أنا عندي الدروس بتاعتي النسوية الشغال بها هناك شغال 6 سنوات 5 سنوات، لا تعلمني عن إريف ولا تعلمني عن موعيف. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلم كذا، بدأنا من الطهارة الآن في الأيمان والنزول، ودرسنا كتاب التوحيد بكماله، ودرسنا كتاب الملخص الفقهي بكماله. أنا كلامي قال الآن وقع لي في جرح تماما. أنا أرى طلابنا وطالباتنا في الجامعات شغالين في الفضاء وحيقروا لي مش صفر ألف صفر. أنتوا اتقوا الله وتوبوا إليه وأرجعوا إلى العلم. يا أخي نحن درسنا جلسة ساعة كاملة، بدل نستفيد نحرر مسألة، بدل نذكر الأدلة، بدل نطلع كلها في العريف وفي عبد الحي يوسف. أنتوا ما تكونوا مع الناس. أنا صراحة كلامي ده مناسب معي للغاية. أنا أرى طلابنا وطالباتنا والله انشغلوا في أنفسهم وانشغلوا في الناس وانشغلوا في كلام لا صلة لهم به ولا تخصص لهم فيه، وسيخرجوا بخفي حنين من الجامعات. بارك الله فيكم. أنا أنصحكم عليكم الله ما تضيعوا زمن ثاني. أنا شخصيا إذا دارين تجيبوني تسألون الناس لا تجيبوني ثاني، معليش يا عبد الحق، ها دار تسألوني أشرح لكم كلمات أديكم فوائد أديكم قواعد أديكم كلام عن السلك ينفعكم جيبوني. الكلام في الأشخاص أنا ما ثاني ما دارين. النازل سكت علماؤهم المدعون أو المدعى أنهم علماء رغبة أو رهبة أو رهبة رغبة أو رهبة ساكت لي ما تكشفون لك. نحن ماذا نظهر في الفتن وعندك علم؟ أي قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. تخلي الناس يقعوا فيها لما يمشوا، وده خلى الناس تهيج على الناس سكوتهم. من ضمن الأخطاء السكوت. مصر حصل فيها فتن وخروج من ناس محمد حسان محمد حسين يعقوب والجماعة ذي، خرجوا اتصدوا لها ناس، قاموا ناس ردوا عليهم، ناس عندهم علم ردوا عليهم وبينوا منهج على السنة. وفي ناس هناك عندهم علم، ناس محمد حسني القاهري وخالد بن عبد الرحمن أثنى عليه الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم موجودين هناك. بلدنا ذي الفتنة تمرق بجاي تنط بغادي تنطط في النص، جماعة ساكتين يقول لك لا نحن ناس ظريفين ندرس كتب وننتهي من كتاب ندخل في كتاب وما بنتكلم في أشخاص. زي الدكتور الهواري سألنه الطالبات فلان وفلان زعل ذات منا بدت الشغل أو كذي وقبلية أو بعدها تات اليعقوبات زعل، قال كل ما أجي تسألوني فلان والعريفي وفلان تاني منو ذكر عبد الحي يوسف العريفي وفلان قال إنتو أنا لا أخفيك يا عبد الحكم، ده واحد تاني بغاد، أنا لا أخفيك هؤلاء يخرجون صفرا، بيخرجوا صفر ديل بخفي حنين عشان سألوك. ما نريد نتكلم في الأشخاص. قال ننتهي من كتاب نخش في كتاب، ننتهي من كتاب نخش في كتاب. أيوة، ودرسنا كتب بحمد الله، تجيبوني نحرر مسألة ما مشكلة، كذي ندرس كتاب ما مشكلة. شيخ ربيع في تعليقاته وشرحه لأصول السنة قال في داعية مصري، عالم مصري أو داعية أو مدرس، قال بيدرس الناس كتب، قال بيدرسهم منهج أهل السنة، قال بعد فترة بيقى بيدرسون المسألة ويقول لهم المسألة دي خالف فيها فلان الآن من الساحة، خالف في المسألة دي. قال له الآن فهمنا، زمان ما كنا الكلام ده يعني، لكن هسه فهمناه تطبيقا عديل وكذي. قال ده فهمناه عديل، عشان كذي هنا المسألة دي يتخبطوا فيها. هواري يقول لك لا أشخاص، لا بعد شوية يرد عليه مزمل، ده شخص ولا جندبة؟ ده ما شخص انت ما رديت عليه لك لا الزول لا وكذي. بعد شوية يقول لك عبد الحكم انا ناقشته يا اخي اكشفوا السرورية. قال لا والله ما دارين نظهرون، هم ظهروا اكتر منهم. اسئل مرة اكتبر قلت عبد الحكم ولا عبد الحي، بعرفوا ياتو ما بعرفوا عبد الحي. قال ما دارين نظهرون. بعد أيام ولا قبلية بأيام سووا محاضرة عبد الحكم ومعاه شيخ علي عطى المنان في الرد عليه مزمل
وآداب. طيب ديل ما ظهرتهن، ديل ما جبتهن، وانت مخالفهن، ديل مظاهرون ليه كلام كله ما خنا جرانا للكلام ده شنو نازل يسكتون بيسكتوا. أكشف يا أخي الهوارد والله الذي لا إله غيره بالمكان التي كان يحظى بها وابتلي بها، زي ما قال لي واحد من أخواننا الدعاة، قال لي تعرف المشكلة شنو زمان لما حصلت الردود وكذي، قال لي المشايخ ديل الله داوم مكانة، بيقول الشباب احترمون والكبار يحترمون احترمون وكذي، الله اداوني مكانة وابتلاون، هل بيدافع عنه ولا بيركنوا للمكانة دي؟ تجي الفتنة بدل يكشفوا ولا يخشوا في الله لومة لائم، لا لا يقول لك خلي داك، بس خلي داك، داك يكشف بجاي دا، داك ذاته بعد شوية بدأ يكشف يكشف يكشف، بعد شوية لما في الصحابة قال اقتتلوا في السلطة، بعد بأيام أسأل الصحابة بعد بأيام قال نحن ثبت لنا، معناه قبل شكلته دي ما كان ثابت له، قبل شكل ثابت، قال نحن ثبت لنا أي إنه معاوية كان يدعي أنه أولى بالخلافة من علي وقاتله على ذلك، ما قال كذب محمد مصطفى، وده ساكتين مشايخ ساكتين ما ردوا على محمد مصطفى، الغامدي جال الصوفية ما ردوا، إسماعيل عثمان أثنى عليه صادق المهدي وحزب الأنصار ما ردوا، أنت دار تتكلم 200، أنا دار أعرفك بتتكلم 200 تغوش في الناس، نحن نتكلم يكورك ما من الأدب، وده الكبار وإنتوا صغار. أيوة سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ونحن منذكرون، ولو ناس من ناسنا القاعدين السي في نصنا لو سكتوا ويتلكلكوا بيقوا يحاربوا الدعوة دي ونزاتوا منذكرون والله، ودي فائدة، دي فائدة بجيك لها بعدين عشان تاني ما تتخبط أكثر من كذي، دي فائدة بجيك لها بعدين إن شاء الله. طيب من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.